الكاست أو حاوية الأعضاء، وهو عبارة عن نافذة تضم الأشياء أو الأعضاء التي استخدمناها في البرنامج أثناء تصميمه أو تنفيذه، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تضم جميع أنواع الأعضاء المستخدمة. لإنشاء كاست جديد في المشروع نذهب للقائمة فايل ونختار نيو كاست، أو نضغط على المفتاح نيو كاست من شريط الأدوات. تظهر لنا النافذة التي تقترح علينا تسمية الكاست وتحديد نوعه سواء كان خارجي أو داخلي، سوف نعرضها بعد ذلك بالتفصيل. بسحب عضو من الكاست إلى شاشة العرض يظهر العضو في المكان الذي تم سحبه إليه. عند سحب عضو مباشرة إلى المبين الزمني يظهر العضو في منتصف شاشة العرض. يمكن تحريك العضو داخل الكاست، كذلك يمكن فرز الأعضاء داخل الكاست، وذلك طبقا للاختيار المعروض. عملية الفرز لا تؤثر على ترتيب استخدام الأعضاء على شاشة العرض ولا حتى على المبين الزمني. يمكن سحب العضو من هذا المكان مباشرة إلى شاشة العرض أو إلى المبين الزمني. يمكن تسمية العضو وذلك بتحديده ثم الذهاب إلى مكان التسمية والتسمية مباشرة من لوحة المفاتيح، وينصح بأن تكون الأسماء معبرة عن محتواها. لاستيراد عضو نذهب إلى قائمة فايل Import ونختار الموضوع المراد استيراده، ثم نضغط على المفتاح Import. يمكن تحديد العضو مباشرة على الشاشة ثم الذهاب إلى خصائص العضو، مثلا لتغيير اسمه، وذلك من خلال البروبرتي انسبكتور أو نافذة الخصائص.